طيب خلينا نروح لاحمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك، نهنيه على السوبر ونقول له معلش يعني هارد لك امبارح طبعا في مباراه الدوري، لكن احمد عمل موقف رائع امبارح يعني بعد المباراه، نزل للعيبه الانتاج الحربي في اوضه الملابس وهنى فريق الانتاج الحربي على ادائهم الرائع امبارح. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كريم؟ ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. الله يخليك. انا عارف انت بقى طبعا يعني والزملكاويه كلهم زعلانين بعد مباراه امبارح امام الانتاج الحربي. يعني بص، هي مباراه في الاول وفي الاخر مباراه، وزي ما انت كسبت الاهلي في السوبر وخدت بطوله، وارد ان انت تتغلب ماتش او تتعادل ماتش، بس هي الفكره ان انت تلحق نفسك وتحاول تشوف اخطائك وتصلحها. طيب. هي دي الفكره كلها، لكن من كره القدم وارد فيها المكسب والخساره. بالظبط. يعني انا كسبت من اسبوع وكنت فرحان، فاكيد لما ما اخسر ابقى زعلان، بس هي المهم ان انت تستمر وتشوف ايه خطاك وتصلحه يعني. طيب. زي ما بتوقفش يعني. هو يعني الناس امبارح الزملكاويه زعلانين ليه؟ قال لك الاهلي اتعادل وكانت فرصه اللي احنا بعد الفوز على الاهلي في السوبر وتعادل الاهلي كمان في الدوري مع الاسماعيلي ان الزمالك ياخد الدفعه المعنويه دي ويكسب الانتاج الحربي ويقلل فرق النقاط ما بينه وما بين الاهلي عشان برضه يبقى الزمالك طبعا فرصته كبيره طبعا في الدوري، فعشان كده الناس زعلانه زعل مضاعف يعني. ان شاء الله في الزمالك فرصته كبيره في الدوري، لسه في فرصه، بس المهم اللعيبه تستوعب الدرس اللي حصل امبارح وتفوق بسرعه وتفهم ان الكوره ما بتؤمنش بان انت لسه واخد سوبر خدت كاس العالم، ده لازم بالزبط تشتغل ولازم تركز في الماتش. يعني شوف الكوره اللي قدامك دي مش مركزين. كده اتخطف يعني. حسينا امبارح وانا قلت الكلام ده هنا في البرنامج ان كان في فرحه مبالغه استمرت لايام كتير بعد السوبر والبرامج الفضائيه والكلام ده، ممكن يكون اثر شويه على اللعيبه لا يا كابتن كريم، مش مبالغه ولا حاجه، اما الاهلي بياخد بطوله بيقعد سنتين يحتفل بيها. ده مش مبالغه، مش مبالغه، لكن هو هي الماتش لازق في الماتش، دي مشكله يعني. الماتشات وخصوصا لا مش قصدي يعني مبالغه في الفرحه احمد، المبالغه في الفرحه الجماهير تفرح واللعيبه تفرح وكل لكن قصدي قبل الماتش بيومين كان لسه اللعيبه في التلفزيون الجهاز الفني لسه جايين. لسه جايين، وانا هقعد مبسوط ان انا خدت السوبر من الاهلي. هقعد مبسوط، بس ده ما يمنعنيش ان انا اكمل واشد حيلي واركز في الدوري. دي نقره ودي نقره، هفضل مبسوط وهفضل عارف ان انا كسبت الاهلي فريق كبير في بطوله مهمه، ولازم اركز يعني. الشغل حاجه، ان انا اركز في الشغل حاجه واتبسط حاجه ثانيه. للاسف احنا ما كناش مركزين في ماتش الانتاج. كمين اللي مش مركز؟ اللعيبه والجهاز ولا اللعيبه؟ اكيد يعني. حاسوا ان هو بعد مكسب الاهلي خلينا برضو عشان ما نحاولش نكبر المساله. الزمالك فرق بينه وبين الاهلي دلوقتي 6 بونت. لو كسب الجيش والمقص باذن الله ده مش بعيد في كره القدم. ده يعني لو دوري فرق بين فرقتين 6 بونت، فاضل 17 ماتش في الدوري او 16 ماتش، فده مش بعيد. لكن طيب، المهم ان انت تركز وتشتغل، لان المنافس بتاعك قوي، المنافس بتاعك مش ضعيف. أيوة. بتاعك النادي الاهلي نادي كبير وبيعرف في اسوأ حالاته ازاي يكسب. فدي خبره. يعني عارف انا كنت بتكلم اسباب فوز الزمالك على الاهلي في السوبر، ان الزمالك وانت كنت متواجد وكنت يعني كنت بتشوفك دايما في مع الفريق، معسكر مغلق في الامارات قبليه معسكر هنا في مصر، كانت زمالك الدنيا هاديه جدا، الفندق اللي انتوا خدتوه في الامارات كان برضو ليه مميزات ان هو بعيد عن الناس بعيد عن الزحمه، فكان الزمالك مركز اكتر، وكابتن محمد حلمي اشتغل كويس جدا خلال فتره توقف الدوري. يعني اخر مباراه في الدوري كان الاهلي كسبان الزمالك والاهلي احسن، المباراه اللي فاتت في السوبر الزمالك قدر خلال فتره توقف ان هو يقرب الفرق مع النادي الاهلي بل يتفوق على النادي الاهلي، فده خلي بالك التركيز والاصرار والروح والحاجات دي كلها بتفرق في كره القدم، واعتقد ان الزمالك كسب الاهلي بسبب الاسباب اللي انا بقولها لك. فعشان كده لما الزمالك ما اهتمش قوي او اللعيبه ما اهتمتش قوي بمباراه الانتاج الحربي، الكرة غدارة دايما. صحيح، هي الكرة كده. صحيح. وعلى عكس الانتاج الحربي كان قاعد متحفز عشان مباراة الزمالك. صحيح، كلام حضرتك مظبوط. فعشان كده لازم المسألة محتاجة إعادة
اعاده تركيز من جميع اللاعبين والجهاز الفني. بالظبط. واعتقد من امبارح استاذ مرتضى كان يعني واضح عندنا ان هو طبعا متضايق، لان يعني زي ما انت بتقول الجمهور متضايق، انا ببقى متضايق زي الجمهور واكثر، لان انا عليا مسؤوليه. طبعا. طيب ان شاء الله الامور تتصلح وتبقى افضل. يعني اتكلمت مع لعيبه الزمالك النهارده او امبارح بعد الماتش؟ لا لا لا، احنا بنحاول نوفر لهم، بس ما بنتكلمش، يعني مش من نوعنا اللي بتكلم مع اللعيبه كتير ولا مع الجهاز. فهم ده كان عندهم مباراه، مفيش وقت ان انا اكلمهم واعمل تداخل في افكارهم، يعني خليهم مركزين في المباراه المهمه بتاعت بكره. وهي مباراة مهمة وكبيرة برضه. طبعا طبعا. دي اسم كبير ومعاه مدرب كويس، كابتن نبيل. لا كابتن نبيل ساب، كابتن نبيل محمود ساب الاولمبي، مسك الرجاء دلوقتي. يعني بس يعني فرقة معمول معاها شغل، مش فرقة ضعيفة. لا فرقة كويسة طبعا، ودايما الكاس فيه مفاجآت، فالزمالك لازم يركز كويس جدا. ان شاء الله. وبقى بس هنا الملحوظة كريم، بعد ما خدنا السوبر ابتدت بقى الاخبار المضروبة. علي جابر عرض، اي كلام طبعا، علي جابر ما جالوش ولا عرض ولا هيجيله، ولو جاله مش هنوافق عليه. احنا مركزين دلوقتي عندنا ثلاث بطولات، لما نبقى ناخد الثلاث بطولات يبقى اللي يجيله عروض السنه الجايه ان شاء الله. بس خلي بالك الاخبار المضروبه بقى تبتدي تطلع الايام. يعني قريت ان انا قريت الخبر ده النهارده، بس انا بقول لك ان علي جابر عدى بشكل رائع جدا في بطوله افريقيا، هو واحمد طبعًا حجازي. طبعا طبعا، وهيجيله عروض. ايوه، وطارق حامد وتريزيجيه، وانا قلت ان الاربعه دول هيجي لهم عروض جامده، الاربعه حجازي وعلي جابر. هيجي لهم بالظبط. بس ما علي يجي له عرض، المفروض يتعرض على مين؟ على علي ولا على النادي؟ لا على النادي طبعا. مفيش حاجه جت، يعني مفيش حاجه رسمية. خبر مضروب كده بينزلوه بقى عشان يبتدوا يهزوا الفريق يعني. طيب امبارح كان يعني لعيبه الانتاج الحربي سعداء جدا ان انت نزلت هنتهم في اوضه الملابس، يعني ايه اسباب نزولك للانتاج الحربي وقلت لهم ايه؟ لا هم لعبوا افضل بشكل واضح، وقفلوا الملعب، يعني كانت مقفوله بالضبه والمفتاح، انت زي ما شفت امبارح. لكن انا ما كنتش نازل عشان اهنيهم بس، لكن عشان كان حصل شد في اثناء المباراه، فكنت نازل يعني اقول لهم ما فيش مشكله، دي شده مباراه، لان حصل شد بين اللعيبه، ويعني كان في لي، انت عارف الماتش ده كان زي ما انت قلت ماتش مهم. بيقربنا من الدوري بشكل كبير، من المنافسه بشكل كبير. فكانت الاعصاب مشدوده. طيب يعني بتخططوا للزمالك ايه الفتره اللي جايه؟ اداره الزمالك مستشار مرتضى، انت مع اعضاء مجلس الاداره. بنخطط لايه؟ يعني بمعنى ايه السؤال؟ بمعنى ان فريق كره القدم عنده يعني دايما كل فتره مستشار مرتضى منصور بيتعاقد مع لعيبه، بيبقى يعني في دايما مكافآت، في حاجات، يعني الفترة اللي جاية في دوري، في بطولة افريقيا، هدفكوا ايه يعني الفترة اللي جاية؟ اعتقد احنا كان احنا بنبني فرقة للمستقبل. معدل الاعمار ابتدى يبقى من اقل معدلات الاعمار في الدوري، احنا تقريبا معدل الاعمار عندنا 25 سنة. ايوه تمام؟ متوسط الاعمار يعني. فاحنا الفرقة معظمها جيل وسط وصغيرين، محتاجين في اضيق الحدود، لان انت لازم تعمل تشكيل في قوام الفريق، استقرار في قوام الفريق. فاعتقد بقى عندنا افضل عناصر اللي كان محتاجين ان يجددوا، جددنا لهم. ايوه. مطالبين ان هم يثبتوا ان هم فرقه كبيره، ان البطوله ما بتجيش حظ. فالدور على الفريق دلوقتي، يعني التخطيط بقى دلوقتي على الفريق. ناس واخده كل مستحقاتها بشكل كبير، في استقرار فني، في دعم لا محدود من مجلس الاداره، فهم مطالبين يعني ان هم خلاص، يعني ما عندهمش حجه. مفيش حجه، صح؟ يعني اعتقد اكتر فتره في استقرار مالي واداري داخل نادي الزمالك، ما كانتش الحاجات دي بتتوفر من يعني خلال 10 سنين فاتوا يعني لنادي الزمالك. يعني دول بيطلبوا جيم بيتعمل لهم احسن جيم في العالم، بيطلبوا اوضه لبس بيتعمل لهم احسن اوضه لبس، بيطلبوا نشتري لبس بيجي لهم احسن لبس، بيطلبوا عقودهم يبقى مستقره بيجي لهم احسن العقود بتدفع في توقيتاتها، فما فيش حجه، بيعسكروا في افضل اماكن معسكرات في مصر او خارج مصر. يعني ما فيش اي حاجه ناقصه. هو دلوقتي مطالبين ياخدوا الدوري، لان احنا بنعمل فرقه ان شاء الله
بنعملش فرقه عشان مجرد ان احنا نبقى منافس او ما ناخد مركز ثاني، احنا بنعمل فرقه عشان تحصل على البطوله. تمام. هم لازم يركزوا ان هم يحصلوا على الدوري ان شاء الله. مبروك على السوبر وان شاء الله بالتوفيق في الفتره القادمه لنادي الزمالك. بشكرك شكرا جزيلا احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك. محمود حمدي النهارده يعني اتكلم مع كابتن محمد حلمي وقال انا بعتذر على خطا امبارح، وانا بقول لمحمود حمدي عادي يعني اي لعيب في الدنيا سواء لعيب كبير او لعيب صغير بيخطا، لكن اهم حاجه ان انت تتعلم من اخطائك وتركز اكتر من كده. محمود حمدي طبعا مكسر الدنيا الفتره اللي فاتت، وانا بقول لمحمود حمدي من افضل المدافعين في مصر في الفتره الحاليه، وقدامه مستقبل كبير ان شاء الله مع الزمالك ومع منتخب مصر الاول في الفتره القادمه. بكره هيحكم مباراه الزمالك والاولمبي في كاس مصر في دور ال 32 محمود عاشور. محمود عاشور هو حكم الساحه ومعاه عادل ماهر ومصطفى حسين اثنين مساعدين وعمرو سامي حكم رابع. الزمالك ينتظر مكافاه السوبر من اتحاد الكوره او من الشركه الراعيه، ان الزمالك مفروض ياخد 350 ألف درهم بعد الفوز بلقب السوبر.